وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية انضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا رائد. يعني إحنا هذا عم نترقب هذا الأسبوع بكل تأكيد بيانات التضخم من بعد ما شفنا التباطؤ في معدلات التضخم الشهر السابق. برأيك إلى أي مدى ستكون هذه البيانات هي مسار لسياسة الفيدرالي الأمريكي، أم أن الواقع الذي عم نشهده حاليا فيما يتعلق بأزمة القطاع المصرفي هي المؤثر الحقيقي اليوم على توجهات الفيدرالي؟ حقيقة الأسبوع ملتهب بالبيانات. بدأنا بهذا التعثر الكبير للبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه حقيقة أن يغير نوايا الفيدرال الأمريكي أو يجبر الفيدرال الأمريكي على اتخاذ إجراءات أكثر سرعة. عمليا الفيدرالي كان مصمم على لسان جيروم باول على أنه التضخم وهبوطه إلى المستهدفات هو أولوية، وما يتطلبه الأمر من ازدياد أو زيادة في رفعات أسعار الفائدة هو أمر وارد جدا، حتى أنه احتمالية رفعة القادمة كانت تصل إلى 50 نقطة، وصلت إلى مستويات كبيرة جدا تناهز 50%، أنه راح يرفعوا ب 50 نقطة أساس بعد أن كان الأسواق عاشت في الفترة الماضية بالثلاث أسابيع الماضية شعور واضح بأنه الفيدرالي يتجه إلى تقليل في أسعار الفائدة، عفوا إلى تقليل في تشدده بالسياسة النقدية، وربما البحث عن إيقاف عملية تشديد السياسة النقدية خوفا على النمو الاقتصادي. الفيدرالي يعني عمليته كانت واضحة، كان ينتظر بيانات اقتصادية أكثر وضوحا حتى يقوم بالتوقف، ولكن سيناريو النو لاندينج أو سيناريو أنه ما انكمش الاقتصاد أو لن ينكمش الاقتصاد ولكن بدأ الضرر فعليا، أعتقد رأيناه بشكل واضح بانهيار بنك سيليكون فالي وسيجنتشر يوم أمس. العملية هي أن الفيدرالي الآن مجبر على اتخاذ هذه الأحداث في الأسواق المالية بعين الاعتبار، والتدخلات التي كانت من المنظمة لحماية المودعين أو التأمين على المودعين المنظمة الفيدرالية أعتقد هي يعني حقن للدماء، حتى ما يكون في عندنا خوف من المودعين ومشاكل كبيرة. إذا عم نقول اللي مؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم سوف يتم يعني حماية ودائعهم ويمكنهم سحب أموالهم، ولكن العملية تعتبر بطريقة غير مباشرة تيسير يتم اتخاذه، لأنه عندنا قروض لمدة عام تم برنامج مفتوح للبنوك لحماية القطاع المصرفي من أنه ما يكون عندنا انتشار واسع النطاق لهذه الأزمة تؤدي إلى أزمة مالية عالمية كما حدث ب 2008 تم السيطرة عليها نوعا ما. نعم رائد، الملفت اليوم هو تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين أيضا، وما زلنا نرى أن الفجوة باتت كبيرة ما بين عوائد السندات لأجل عامين وعوائد السندات لأجل 10 أعوام. برأيك هذا الجاب، برأيك بهذا اليوم يعني كيف من المتوقع أن تكون السيناريو المقبل في هذا الإقبال على هذه السندات، وأيضا فيما يتعلق بالتحركات اللي عم نشهدها على الذهب واللي ارتفع فوق مستويات 1900 يعني كملاذ آمن في ظل هذه الأزمة؟ العملية مرتبطة ببعضها كثير. كان في عندنا ريسك اوف مود، عدم رغبة بالمخاطرة، تقليص بالإكسبوجر أو بالتعرض للمخاطرة، بحث عن ملاذات آمنة وبالتالي سريعة، ومن هنا كان هناك طلب كبير على السندات قصيرة الأجل لتجنب المخاوف أو تجنب الاستثمارات ذات المخاطرة المرتفعة. شفنا لما بيرتفع الطلب تنخفض العوائد بشكل واضح على السندات، وهنا يعني رغبة بعدم المخاطرة. كمان في نفس هذه الرغبة التي تولدت للتوجه نحو الذهب، نحن كوسيط إكويتي لاحظنا ارتفاع حجم التداولات على الذهب بشكل كبير جدا، وتحديدا بالاتجاه الصاعد يوم أمس يعني كان يعني ريكورد جديد بالنسبة للشركة فيما يتعلق بالتداولات على الذهب على وجه التحديد، وهذا مصبه أنه في عنا استغلال الفرصة اللي كانت تحققت، أنه في عنا ميل نحو الملاذات الآمنة على رأسها الذهب. شفنا السندات الألمانية، السندات اليابانية حققت مستويات أيضا بعضها تاريخي، بالألمانية من عام 1982 ما شفنا هذا الانخفاض على عوائد السندات.
باليابان اكثر من 20 نقطه اساس انخفاض عوائد السندات على العامين من عام 2016 ما شفناه. يوجد عدم رغبه بالمخاطره والتوجه نحو ملاذات امنه بشكل كبير نظرا للمخاوف المرتبطه من انه هذا السيستماتيك ريسك او المخاطر النظاميه ممكن ان تتسع بشكل كبير وتنتشر حول العالم. نعم رائد، يعني لاحظنا امبارح عملية الاستحواذ التي جاءت من قبل بنك HSBC لذراع بنك سيليكون فالي في بريطانيا. هذه الخطوة قد تكون مؤمنة لهذا البنك في فرع في بريطانيا، لكن ماذا عن الحال في الفرع الرئيسي في الولايات المتحدة برأيك؟ ما هو العامل الذي سيؤمن العملاء في الفترة المقبلة؟ وهل تطمينات الرئيس الأمريكي أيضا فيما يتعلق بهذا البنك وبالقطاع المصرفي هل هي كافية اليوم؟ يعني مثل ما تفضلتي بتقريرك واضح جدا انه تم الاتخاذ الاجراءات السريعه بحل الهياكل الاداريه للبنك وبالتالي تامين اموال المودعين من قبل المؤسسه الفيدراليه للتامين على الودائع، توفير برنامج القروض السندات للبنوك حتى لا يكون هناك وقوع في هذه الازمه، اعتقد هذه حلول موضعيه حتى يتم تقليص البانيك اللي كان موجود، ومنحنى عوائد السندات لا يكذب ابدا، كان هناك انقلاب وكان هناك توقعات بشكل كبير جدا، هذه هي اليه عمل البنوك، هكذا تربح البنوك، عندما ينقلب هذا العائد منحنى يكون هناك ضرر على القطاع المصرفي، اعتقد المشكله ممكن ان تتجاوز القطاع المصرفي في الفتره القادمه اذا ما استمر الفيدرالي بتشديد السياسه النقديه بشكل اكبر، اعتقد الضرر ممكن يكون اكثر يعني تاثيرا واكثر خلينا نقول سرعة في التحقق قبل أن تأتي بيانات اقتصادية تظهر ضعف في النمو ودون الاعتماد على أنه والله سوق الوظائف جيد جدا وسوق العمل الأمريكي جيد. أعتقد هذه الأمور التي يتجه أو ينظر إليها الفيدرالي تضخم قطاع وظائف والنمو غير كافية في الوقت الراهن لأنه التحركات المفاجئة والتعثرات المفاجئة هي التي شهدناها في مطلع تعاملات الأسبوع قد تستمر بشكل أكبر. الحل الأمثل هو تطمينات بإبقاء السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية أو رفعها بشكل طفيف جدا وأنه ما يكون في عنا رفع بخمسين نقطة أساس في الفترة القادمة، أعتقد ذلك سيحقن خلينا نقول الخسائر في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى ممكن تتأثر. نعم رائد الخضر كبير الاستراتيجية الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك.